نو 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 نسمعوا ما تقدرش. انا هذه تاع نعم القيوم المره الاولى اللي سمعتها، ونظن بلي هذيك المره الاولى اللي خدمها في بوليو عندنا علي بونشو، عند علي بونشو، عند عم علي بوجمع، هذاك المره الاولى. شوف اه مع ناقيب، ناقيب بالحاج وبالحاج جابوا علي بونشو، ما كانش يخدم مع مرة كمال كاين منها حسينو وسعيد علوش، هذول اللي كانوا سعيد بريغادي بارك الله تعبو الزريعة. يعني اليوم انا ما سمعتهاش عند ناس واحد ما كانش لي خدمة هذاك الوقت الله يرحمه. بصح حنا اللي سمعناها اول مرة كما قال لك عند عمر في بولي هذاك ما عرفش ولا حنا، وكانت هذيك الليلة اللي نقول لك هذه بوليو بوليو فيها جنان الله يبارك، وكانوا مزيان القديمة الله يرحمهم كاع ماتوا. ها الحاج زيكوطو، الحاج الدمران، الحاج مشنوعه، اللي كانوا حاضرين في الليله هذيك صحاب عمي بوجمع الله يرحمه، تسمى دول دين كاع وناس كاع كبار، وجزائر القديمه كانت تما كاع الكرونتاجي كاع كانوا تما القبام بن عكنوم بن بيان بوزريها بير خادم ناس الفحص هادو كاع، هذا عمي علي معروف تسمى عمي علي بوجمع هذا، جاوه من كل مضرب. وغير راني نقول لك شيوخه غير الله يبارك. انا والله راك واقيلا كنت ذاك الوقت بسنين وتعلاتي انا شافي حتى نسمع هذه نعم القيوم شغل معلومه انت باش انا نمشي هكذايا وجات حطيت سني وكاع نشوف الدنيا كاع. راني نقول لك ما كاش كي نقول لك جنان الله يبارك جنان شباب هذاك تاع بوليو هذاك داروا تما ثلاث خدم عمر ثلاث خطرات تما هذيك قاعد حالين فم ولا جبين.
بسم الله المعين بالباقي الصغار يهديني المناهج القوام ربي قدر صروف لقات والعمار من لا يسهى ولا ينام يوم البعث والقيام نعم الخيوم خلق الجنة والنار محمد رحمة الأنام نعم الخيوم خلق كوان الكونين ومسيرها على وف مرادو الكون الأول ينشاه على وصفين العلو والحضيض ملكو وبلادو الفوقين الملائكة جمع الثقلين والسفلي كونوا الجمهور عباده كون الدايم المغيب سير مسير ذي الودود مين يعم مين يعم الصادق الموهب لسلام الجنة الخلود نار الكافرين تلهب بالغها مالها خمود من أمن بالإله والرسل الخيار سعد الرحمن واستقام بكمال سعادة الهدى نعم المختار الماحي صاحب المقام نعم خالق الجنة والنار نهار البعث والقيام نعم وخاتم كل رسول نبينا مصطفى محمد بوديهاج من علم كل علم من قوله معقول كغرفة ممتلى من بحر الموال بدر المكمول وضوى شمس الضحى كذاك نجوم الداج صلى الله عليه دايم صلاة لا لها حدود وعلى صراط أهل الكرام المصار سادات للقصور مفاح الطيب بالنسان بالوايح زهار والورود بمديح القرشي شهات روحي من الزهار ليش في مهجتي النسر ليش في مهجتي الغرام بيه قد وشتيت نجيب خبار من حد ما قاسم النهار يوم خالق الجنة والنار اليوم البعث والقيام يوم خالق الجنة والنار محمد رحمة المنام استمعوا يا أهل العقل اللي ما نحكي ما يفهم قولي غير من له عقل رجيح حديث عجيب
عجيب مروي على النبي المكي حدث به الفضيل بن عباس صحيح قال حدثنا الرسول وعيونه تبكي كذاك دموعنا على الوجنات تصيح عن يوم البعث وامتحانه وعلامات اخر الزمان وما ياتي ورا زمانه ما لهذا الفدان ناشو راضي يستبانه للناس يراوهم عيان قال اذا جازوا الحدود وتغاوا التجار في غبة السيحت والحرام ويعود الراي للطغاة مع الفجار وصحاب الدين كالتان يضحى الفجر العزيز والمؤمن الليل وهل الأموال على الضعفاء يكبروا ويشيع الفحش والحياة يعدم قليل لا هبال الكبير يعدم توقاره والناس ثياب في ثياب بلا تفضيل ويقل العاهد والوفا ما يجبر تكثر جورة الصلاة ويضيق الوقت بها والقائم يوصب المواطن وهل الغرفات بالخبر وهل الفنجان والمعاطين تسكن في منازه الدراج تبقى المدة لصاحب الساعة ينصار يعدل الدين يستقام ثم الدجال مرور المهدي ظهار يطلع في الأرض بالمقام يوم خلق الجنة والنار ليوم البعث والقيام يوم خلق الجنة والنار محمد رحمة الفنان يهبط ليه المسيح عيسى بن مريم يفنيه ويتم على الدين الفرقان ينهض ياجوج ومجوج بعد عيسى يتطيلم يهد السد كل جراد على الوطان وتخرج الدابة على الأرض توشم تفرس بين السعيد والشقي يتبان تخرج من الأرض اتهامة منها ما ينفع الهروب تخرج الناس باقتحامة تخبر الخير والبرود الشمس تكون في مقامة حتى تطلع من الغروب ذيك الساعة ما تفيد توبة للموزار تنغلق أبوابها قوى نسأل الله بالعظم هو الستار يرفق بينا من الهيان يوم خالق الجنة والنار نهار البعد والقيام وتعدات على سوايع كل حدود ما يبقى من بعدها غير الكبرى يفرع بيها الزمان والوقت الموعود وإذا راد ربنا مول القدرة يفني الدنيا من أهلها نعم المعبود يأمر بجلالته إسرائيل في الصور بالسعي تسقط من نفخة الحواميل وكثير الناس تمتحيق ويعاود نفخة الزلازيل من هالأطباق تنتبيق يأمر عزرائيل بالعزم يقبض العمار سكان الأرض والعوام كما الطوفان نوح لم يبقى ديار
نصوص الخلق بالتمام. جل علاك سكان الأرض ما بقت لهم نسمة، ويقول له زيد زيد دواير الفلاك حتى تختم على ملايك كل سما. وصعد السفير أعلى من الملاك وطوائف من الرعطي لهم قسمة، الملائكة الحجوب يعزم يرميهم كل مكان. يقول يا من يا ويعلم حضرة ملايك الحكمات، غير حجاب الحجوب العظم وهل الكرسي من الحياة، حملت عرشك يا عالم الأسرار والقراب الأربعة الكرام. ويقول مؤخر القراب من البرار وفني الجمهور بالتمام، في الحين يتمهم ويقول بالتهليل ليس بقايا ودود من عمره طويل، إلى جبرائيل المفضل وإسرافيل وميكائيل وضعيف عبدك عزرائيل، يأمر عنهم الثلاثة بتعجيل، ثم من بعدهم يفنى عزرائيل يفناوي كل مقلة موت كما قضى العظيم. ما يبقى إلا الله تعالى ملكه دايم القديم، قدوس العز والجلالة رحمن برحمته رحيم، ويتجلى على السماوات الجبار وعلى الأراضين بالكلام. يقول أين الملوك يا دنيا الكدار، أين أهل الظلم والظلام، خالق الجنة والنار نار البعث والقيام. خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام. أين السلاطين ووزراء، وأين القيام والعفارت والطغيان، أين اللي يشيدوا منازل الفقراء، أين اللي يعبدوا الحوادث والصلبان، لمن الملك اليوم بدمام بلا فترة، من قبل يكون كل كاين من الأكوان، يا دنيا ويل المداير ويل الغرفات والقصور. وين أهل الخير والضعاين والحجبات والسطور، قبل لا يكون كاين واليوم يا دنيا الغرور، ما فيه من يجاوب بالعالم بخبار ويجاوب معن السلام، يقول الملك حق لله القهار وحياة العز في الدوام. ويبقى الحال كيف ما هذي الوهاب، ويأمر الرسمة يصب مطر على الرماس بما في صيف تلماني وصباب، تحيا به الورى جساد بغير انفاس، بعد يحيي ملايك الحضر الأحرار. لنجاب الأربعة يقول بن عباس، يبسلهم رب كل محتاج إلى رضوان يحتفل، يعطيهم البراق والتاج وعلام الحمد والحلال. للهلالي لا يزيد وهاج فيما يأتي وما قبل، في ساعة يوقفوا على الجنة الخيار، يعطيهم صاحب المقام لثياب التاج
تاج الهدان يعمل مختار من حضرة جنة الإسلام والدام يعمل مختار من جنة والدار نهار البدر صلاة المصطفى محمد بوديهاج ويقولوا بينهم نديه يا جبريل لأنك صاحبه وهنيسه في المعراج ويقول له قوم يا محمد بالتفضيل بإذن الله قوم بجمال خل وهاج طوروا باهي المنارة الشمس نسحب سلم يا اهل الاشاره بعد يقول في الخطاب هل يا جبريل بالبشاره من ربي سامع الجواب هنيا بالقبول يا قره الابصار الرب قرا لك السلام لقدومك حق طابت الجنه بثمار والحور تزين الخيام ويقول له ليس ليس عن هذا سلتك بشرني عن أمتي خير خبارك يقول له كان سلتني عن دايراتك أو جمهور أمتك يحميهم شانك بعناية من وعناية من بالرسالة قد بعثك عطاك الحوض والشفاعة مضمانك على البرية حرم هالملك الرفيق حتى تدخل لها هنية بصحابك وأمتك جميع وهل الزلات والخطية والله وانت ليهم شفيع ثم فرح بيحمد قلب الجهار رضيت بما رضى السلام لله الحمد ربنا واجب يشكر على فضله وعلى الدوام نعم خلق الجنة والنار ليوم البعث والقيام نعم خلق الجنة والنار محمد ربنا ميكائيل بالعلام ساير قدامه ملايكه ربنا معاه واجب واجب حتى للعرش المسجد بسلامه وينادي يا عزيز يا خلق الزواج سبحانك يا من تعالى بدوامه ويقول له مرحبا وتسهيل بقطب دواير الفلاح يأمر ربي على إسرافيل ينفخ على البعث في الأرواح للبرزخ بغير تمهيل طالع كي نحل خارج من الجباح وتقوم الخلق كي الجراد على الشجار للمحشر عامل الزحام في ذاك اليوم قال مولانا مقدار 50,000 سنة عوام يتعظم ذاك نهار بالهول والمحان والبحر يعود نار بمواج وطمي الناس تقوم كدفاضع في الغدران من طوفان العريق والصاد الحامي والروس تفور كالقدور من الغليان على قدر الذنوب الكدار تسامي تعظم موقف القيام تسفر الغى مع الجحيم يوم لا كسوى ولا طعام لا مال ولا حليب يوما لا ينفع الندام في ذاك النهار العظيم إلى الله المغيث رحيم وغفار
وعد بنعايم والكرار، وعد بالجحيم للقوم الكفار، وعذاب الهول والنقام، نعم وغرب الجنة والنار في يوم البعد والقيام. تزفر ذاك النهار بالغيظ جهنم، وتمد عناقها سواع سبع ريوس، والزبنية تجارها جند محزم، بمقامع كل طمطامة غضبان عبوس، بلسان فصيح للخلايق تتكلم، توقد بيحره ولها توقد بيحره ولها تزهق للنفوس، وتقول أنا لكل كفر ملو من قبضتي فلات. اتلقت بالغيظ كل كفر كالقت الطير للفتات، وقلوب الخلق للحناجر تلغب الهول والغوات، إذا قال الوقوف بالهول والكدار يقولوا جملة الأمام، يا وتعاودوا البنوم والمقدار، هادم يشفع لنا قوانا بين منابر الانبياء والناس جنود، بعد كراسي الأولياء في شان رفيع، أول ما يقصدوا أهل الحال الموكود، آدم والأنبياء وجد الناس جميع، ويقول ليهم ليس لي أنا المقصود، روحوا لولدي نوح لغناه يكون شفيع، نمشي ولصاحب السفينة ونقولوا لي يا فضيع. أقبل بشفاعتك علينا ويقول أنا للي سبيع، لكن نمشي وفي الماكينة لمقام إبراهيم الخليل، ويقولوا في الوصول خليل الجبار، يجد الأنبياء الكرام اشفع في من خل حماكم يا الخيار، ويقول أنا لا مرام نعم القيوم خلق الجنة والنار ليوم البعث والقيام، نعم القيوم خلق الجنة والنار ليوم البعث والقيام. الحشر بكلم الله موسى نمشي وليه يصرفنا بالمقال، عليكم بالمسيح عيسى روح الله، ابن الحرة البتول ويقول على حال، عليكم بنبينا الشافيع رسول الله، المكي تاج الأنبياء خاتم الرسال، يا محمد صاحب الشفاعة وعدك الله برضى، جينا لك يا صاحب الرضاعة، جينا لك يا صاحب الرفاعة، جيرنا من الهول والغضاعة، نمشي وللمصطفى فزاعة لمقام العز والحضارة، نمشي وللهاشمي أحمد شرق الأنوار، ونقولوا لها جملة الأمام، جينا ليك نطلبوا شفاعة يا مختار يا زين التاج والعلام، ويقول أنا لها في ذا اليوم الموعود، دخرت جواب دعوتي عند العالي، مين المنبر يقوم للمقام المعبود، بين منابر الأنبياء شمس ويلالي، ويسجد في الثرى وينادي يا موجود، سلتك بشفاعة الورى اجبر حالي، وكله دايم الموصر مع راسك للسجود، شفعت وشفعت يا محمد سلت وعطان جلدي.
ودود أهل الجنة يدخلوها وأهل النار يمشيوا ليها بلا مرام. أنا الشافيع في أمتي وانت غفار يا عالي الجاه والمقام. نعم خلق الجنة والنار يوم البعث والقيام. يقول الربكم في جنة رضوان هنيا بجميع ما وعدت يوم يكون. انت الشافيع حق وانا الرحمن بعد حساب سير بيجمع المضمون. في ساعة ينصبوا صراط وميزان يتعاطوا الصحوف بسر المكنون. واحد على قديمنا وكتابه لامور من جهة الشمال عند الميزان باعتدال. تتقابل بالكوف حسنات والمزار ويبان الحق يستقام. من ثقل الوزن به ينجى من الوعار والغير يسير في الغتام. بعد الميزان للصراط الناس تجوز والزبانية شداد لا قلب عاطف. واحد مثل الجواد والورشان يجوز وشي مثل السهام والبرق الخاطف. وشي يمشي على الربعة مطبوز وشي يمشي وشي على الربعة مطبوز. شي على مطلوب وشي على وجهه عكف منصوب على وجه في الكلام عوام طول. رق من الشعر الموسل هم بحذا هلاش ميرصوه. يقول يا من يرى ويعلم ثبت القدام لا تزول ويجوز خاصته وصحابه الانصار. وهل الايمان بالتمام على سبعة من القناطر في الوعار ينجو بشفاعة الهمام. نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام. نعم القيوم خالق الجنة والنار وحب الرحمن. بعد يسقي أمته من حوض الكوثر على عداد نجوم من جواهر كيسان. برد من الثلج ماه وحلى من السكر ويفوح كما العبير في وقت الإيوان. عثمان وعلي وبو بكر مع عمر يسقي والناس بين الربعة وأركان. بعد يسقي وكل غمآن يمشي المختار بالجميع. على باب يصيب رضوان يقول له جوز يا شفيع ادخل يا المصطفى بأهلك نعم الدار ونعايمها على الدوام. لباس من الحرير وحورات كبار وفراش ونواع من الطعام. يدخل مشروح والملايك قدامه القصور الخلد والسراير مرفوعات. كل سرير به جباهي ترقامه وزرابي من الحرير فوقهم موضوعات. وثمار من كل طعم دايم بدوامه لا مقطوعة ثمارها ولا ممنوعة. قصور مشيدين تلمع بالفعالية. نازم الذهب
في أرض ترابها نبات بالما في قصورها تجري النهار من لبن وعسل والمدام وطيور على النخيل وعريش الشجار تبدل غايم النظام يعمل قيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام يعمل قيوم خالق الجنة والنار نهار البعث والقيام والعبير من فوق ديباج يقود حجارها جوهر ومرجان والعنبر مع المسكين نفاج والجنة ما نطيق نوصفها بلسان فوق ما تشتهي النفوس وما تحتاج نرجع لحديثنا المنظم في سياق تمام ذا القصيد قد ما يدخل جهنم شرار نقول الوعيد يقول يا من يرى ويعلم الجبريل مشي لهم وكيف يوجدهم كيف راد مولانا في الغيار في الحطام كما الحطام لما توقف في بدانهم بالهيب النار يحكي ولا سلوك الفدام نعم عام تخمد له من الهيب ويقولوا بينا ويقولوا له من تكون راهبك جميل أرحمنا بيك ربنا من ذي التعذاب ويقول لهم أنا صاحب بيكم وخليل جيت نرحلكم فرج الله قريب ويقولوا صحاب المخترى بينا بهيل وجود مع النصارى المجوسين واليهود زادوا العذاب نادصارى شومو كثير نكود رانا في كل ساعة معاهم في غيار الهول وكثرة الخصام وكثير من النفاق في خبايف الشرار وعذاب وجملة نقام نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام نعم القيوم خالق الجنة والنار عاود الأميني للملك على أهل المحان يقول الله تعالى حل ناس الجحيم لسهية تخفيك رهوم من العذاب في شر الحالة طائفة الإسلام درجة تضر عليك ويقول له الرب لا تمهل في ذي المسالة يعجل جبريل برسالة لمقام الطاهر الوسيم ويعاود له ذي المسالة ما قالوا القوم في الجحيم يسجد الشامخ الجلالة لله الأحد العظيم يسمع للنداء أرفع راسك تنصار بما يرضيك على الدوام ويقول له طائفة أمتك اللي في النار خرجهم قاع يا سلام نعم القيوم خالق الجنة والنار
والنار نهار البعث والقيام بأمر الإله المتعظم والغفران السميح ليهم في مكان هذا حدي ما بلغت في هذا العالم أرجست البرهمان في سلوك الذهبان في مديح الهاشمي أحمد زين المبسم يجعلنا في الجنان هنا وفي الأمان يا مولاي بجاه طه الهادي الهاشمي رفيع تغفر للناس في خطاها واجعل في ضيقها وسيع بجاه السلكة ومن قراها ترحم الإسلام بالجميع احنا والوالدين والأهل والحذار وصحاب الدين والصيام وارحم عبد العزيز ناظم ذي الأشعار المغراوي رئيس الكلام ونثني بالصلاة بلقحت الأشجار نثني بالصلاة منحت الأطيار وما فتح الورد في الكمام نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام
يا اللي يصلط لي زاد المجد سيد القية كانت يمنا حملة بيه مات باباه قبل جدو يمينا حملة عنده ربها ياسر جدو خيرها في شاي ترضي خيرها في قبة وعلا في الكساوي نغري لهنات ودها رب الكابينات شيخها تحضي وترضي سيدي ترضي صلاته وسمعت خبر وسعدية في المنام شفات ورقية قالت لزوجها دغية بالعزم الصابي ربي قال لها يا ذي بالحال جايزة فيك انت الصدقة بالجوع بنشقى والوسخ ضدك لا يبغيه في صلاته يا الفاني بعد حياته مبروك تنسى الغنيمة ليها نحس بالتبسيمة ارضع وفوت الغنيمة عدل الاسلام تنشد بيه صلى على محمد صلى والسلام عليه يا
رسول الله انت الحبيب حبيب ربي حبيب ربي لا تعجزني يا سيدي رسول الرسالة الله 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 يا مولاي مولاي انا يا الله Thank you.
من عشاين من صابني معاه وخرجا وتكون شايقة في البلا قلب حرش الطيم وجافي بسماعيل من صابها بداية وبهاريخ فرا أرض الوين مدام حيين القلب مصدر بسم الله التوفيق الرضا والأمان والصلاة على مول التاج غير المال.